أخفى الله ليلة القدر في العشر، هي قطعا في رمضان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا جمعت بين هذه وهذه تأكد لديك أن ليلة القدر في رمضان، وليلة القدر بين الله أنها خير من 1000 شهر، معناه 84 سنة وأربعة أشهر. فمن أدركها ووفق للعمل الصالح فيها ولم يعص ربه فيها كأنما ازداد عمره 84 سنة. الله. فتصور لو ضربت أيضا في 10 أمثالها الحسنة وعشر أمثالها، الله، 84 ضرب 10 140. ولو كان التضعيف أكثر من ذلك، ولو كنت في مكة، وهكذا أيضا حتى القيام نفسه، قيام ليلة القدر مكفر للسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. وقيامها أيضا يمكن أن تجعله عدد من القيام. مثلا إذا صليت العشاء في جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة كأنما قام شطر الليل. شطر الليل معنى نصف الليل. نعم. وأيضا إذا صليت التراويح مع إمام من بداية إحرامه إلى نهاية سلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل يا رب. فإذا هذه هذا قيام الثاني. نعم. القيام الثالث إذا قمت أنت في خاصة نفسك، فصليت وقرأت ما تيسر لك، فيكون ذلك قياما مختصا. بهذا تكون قد قمت ليلة القدر عدة مرات. الله. قاعد سئل عن أقل ذلك، قال قدر ما تحلب فيه شاة. نعم، حسب ما يتيسر. فلذلك إذا جمعت كل هذا تكون فعلا قد قمت ليلة القدر وقمت بحقها. ليلة القدر فضلها عظيم جدا، ولذلك لا يوفق لها إلا من اختارهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها رفعت يخفيت، لكن بيّن لنا بعض العلامات فيها. ذلك العلامة التي ذكر الله في كتابه سلام هي حتى مطلع الفجر، وهذه تسليم الملائكة على الناس، ليس كل الناس يسمعه. أيضا الملائكة يسلمون على الناس، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل الملكي ليس مختصا بالآخرة، بل هو موجود في الدنيا، لأنهم يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هم يسلمون على الناس سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا السلام بمعنى الأمان، لا يقع فيها عادة فتن ولا كوارث، هادئة في هذه الليلة، تهادئة. حتى في العشر الأواخر ليلة أخرى غير ليلة القدر لها مزية كبيرة، هي الليلة الأخيرة التي يختم بها رمضان. هذه الليلة الأخيرة مثل الليلة الأخيرة من أي برنامج، هي الليلة توزيع الجوائز. الله. فكذلك آخر ليلة من رمضان هي ليلة توزيع الجوائز، يعتق الله فيها رقاب الذين ارتضى عملهم من النار. الله أكبر. قيل يا رسول الله أليلة القدر هي؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. وأيضا هي تختلف من بلد إلى بلد، مثل ساعة الجمعة ومثل الثلث الأخير من الليل وقت النزول، فهذا يختلف من بلد إلى بلد، وكله من يعني ساعة ليلة القدر.